هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا لقاءنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم، حلقة جديدة نتحدث فيها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن مخالقة العامل لصاحب العمل وصاحب العمل للعامل. وقبل أن نتحدث عن هذا الأمر، لا بد أن نتحدث عن قيمة العمل في الإسلام. العمل في الإسلام أمر مقدس، تقريبا ليس هناك آية في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان إلا وقرنه بالعمل، العمل الصالح الذي يشمل كل عمل يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء ذلك الصحابي وطلب منه أن يعطيه صدقة أو شيئا من الزكاة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تتكفف الناس. ماذا قال له؟ هل لك شيء في بيتك؟ فقال له أن عندي شيء يسير، شيء لا قيمة له. قال أأتني به، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثمنه اشترى له فأسا، وقال له اذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد مدة معينة. بعد تلك المدة جاء ذلك الرجل وقد ربح مالا يسيرا أو مالا كثيرا حسب عمله. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن يأخذ أحدكم فأسه وحبله فيحتطب خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فالعمل أمر أساسي في حياة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: درهم تعطيه لسائل، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على عيالك أعظمها أجرا ذلك الدرهم الذي أنفقته على عيالك، لأنه جاء بعد كد وجد وقد أنفقته على من قوته وطعامه واجب عليك. ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما
أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول، فلننظر إلى قيمة العمل. رسولنا صلى الله عليه وسلم بينما كان مع الصحابة إذ مر بهم شاب جلد قوي العضلات، فأعجب الصحابة رضي الله عنهم من جلد هذا الشاب وصبره وقوته، فماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كانت هذه القوة وهذا الجلد وهذا الصبر في سبيل الله، حصر الصحابة سبيل الله في ماذا؟ في الجهاد، في القتال ضد العدو. فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا المفهوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج هذا الشاب، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج بطرا ورئاء فهو في سبيل الشيطان. فانظر كيف صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله، وسعه إلى درجة جعله يشمل تقريبا كل مناحي الحياة التي تعود على الفرد وعلى الجماعة بالخير واليمن والبركة. هذا العامل الذي سيقوم بهذا النشاط، إما أن يكون عند مستأجر أو أن يكون مستقلا بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فلنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، يعني أن يصل به إلى درجة الإتقان، إلى درجة الإحسان. لماذا؟ لأن العمل يعتبر في الإسلام عبادة، والعبادة يجب أن يصل بها الإنسان المؤمن إلى أعلى الدرجات، إلى درجة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلينا أن نفهم هذا وأن نتقن عملنا وأن نجعله على خير صورة ألا نغش في عملنا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. ليس له مثيل. إتقان في العمل إلى درجة الإحسان، إلى درجة أن يصبح العمل والكد على العيال مكفرا للذنوب. جاء في بعض الآثار إن من الذنوب ذنوبا
لا يكفرها إلا الكد على العيال. ليس بعد هذا التقديس تقديس، بعد هذا التبجيل للعمل تبجيل. فيا له من إسلام يصل بهذا العمل إلى هذه الدرجة العالية. إذا كنت أجيرا لمستأجر أيها العامل، فعليك أن تخلص كذلك في عملك، أن تعطي لهذا العمل كل جهدك. تخدم 8 سوايع أخدم 8 سوايع، لكن الغالب احنا نعرف الإحصائيات تقول أن بعض الدول الأجنبية يصل العمل فيها إلى أكثر من 8 ساعات، إلى تصل في بعض الدول إلى 10 ساعات عمل. لكن في العالم العربي الإسلامي لا يعطي العامل من جهده إلا بعض سويعات. ولذلك ما نستغربوش إذا كنا في آخر قافلة الحضارة ولا يؤبه بنا، لأننا لا نقدس العمل، لأننا لا نعطي للعمل قدره. خاصة تقعد في رمضان، احنا من قبل لبس علينا اقتصادنا معناها في أعلى عليين، ونكمل في رمضان ما نخرج من التراويح إلا في نصف الليل نصف 11:30، ونمشي نزيد ونصهر، وغدوة نصبح راقدين. وشين النتيجة؟ النتيجة اقتصاد يبرك أكثر من اللي هو بارك، وأمور تتفاقم، وخسارة للأمة بأكملها. وهذا أمر لا يريده الإسلام. الإسلام دين العمل. حتى في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ربي سبحانه وتعالى قال وذروا البيعة، يعني أنك أن الإنسان قبل أن يؤذن مؤذن الجمعة كان في بيع. فإذا أذن المؤذن ترك البيعة وذهب للصلاة، سعى إلى الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عد إلى العمل، عد إلى الإنتاج، عد إلى نفع شعبك وأمتك. أما أن تنام إلى ساعة متأخرة من الصباح ثم تذهب متكاسلا متثائبا إلى عملك، هذه هي الطامة الكبرى. هذا هو اللي نخافه، وهذا اللي ميحبوش الإسلام، وميحبوش رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ميصيرش منه مسلم مؤمن يخدم في مصنع ولا في أي مؤسسة اشتر الوقت ولا أقل ولا أكثر، يعدي ما يصلي وإلا راقد. وين فلان يصلي؟ الصلاة اللي تستغرق هي وضوها درجين، هو يصليها في نصف ساعة ثم يقول ويعطيني أجري، وياخو أجره من العرف متاعه ويعتبره حلال المحن. لا يا سيدي، رد بالك، رد بالك. زوجة الصحابي رضي الله عنهم أجمعين كانت عندما يخرج زوجها لطلب الرزق تعرف ايش تقول له؟ تقول له اتق الله في مطعمنا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. رد بالك شي جيب لنا ناكل ويهديك، ما تجيب لناش حاجة حرام، ما تاخوش شهرية يزم تاخوها على وقت معين وأيام معينة معروفة بالقانون، وانت عملت إلا شطر ولا أقل مشطر. هالمال اللي مش دخلوا لزوجتك وولادك حلال ولا مش حلال؟ مش حلال. واللحم الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. فحذاري من هذا، حذاري كذلك لرب العمل أن يظلم عماله، أن لا يعطيهم حقهم. سيدنا عليه الصلاة والسلام مش قال لنا؟
قال اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، مبالغة في إعطاء حق الأجير لأنه حق من حقوقه، هكا خرج عليه عرق، بذل فيه مجهود، أعطيه حقه ما تظلموش، وحتى كي يغلط وحتى كي يعمل أي خطأ في العمل نتاعه أعذره، أعذره، لأنه في الأخير بشر، من عن مشكي الشخص اللي كيف غلط العامل نتاعه وجاه يعتذر قالوا شبيك أنت؟ شبيك تتغلط؟ قالوا يا سيدي سامحني، الله غالب. قال له مش الله غالب، أنا غالب. ما هذا يا سيدي؟ ما هذا؟ ما هذا التكبر والتجبر على من؟ على خالق الخلق، على مالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم هذا، واسمع إلى رسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث القدسي الذي رواه عن ربي تعالى، قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. نعم يا سيدي، ثلاثة شبيهم خصمهم من؟ الله سبحانه وتعالى. وقتاش؟ يوم القيامة. يا ابن آدم، يا مؤمن، يا مسلم، يا إنسان، إذا كان الله سبحانه وتعالى خصمك يوم القيامة، فمن سيكون معك؟ من سيؤازرك؟ من سيرحمك؟ شكون هما الثلاثة هذوما؟ خابوا وخسروا. رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. فانظر إلى الإسلام كيف أعطى حق الأجير وحق العامل وحق المحتاج للمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.